السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أجي تعرف. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. صدق المجلس الوزاري المنعقد مساء يومه الأربعاء برئاسة الملك محمد السادس على رفع ميزانية وزارة الصحة ب 200 مليار سنتيم، وقال بلاغ للديوان الملكي أن المجلس الوزاري أن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية بتأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وبرسم سنة 2021 بحوالي 2 مليار درهم أي 200 مليار سنتيم لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم أي 2000 مليار سنتيم. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.